طيب دلوقتي مع بعض كده نبتدي اول حاجه في البابليك سبيكينج. اول حاجه اللي انا يعني انا برضو عايزه اتكلمكم النهارده ان شاء الله من القلب. انا اديت سيشنز كتيره جدا جدا وعملت حاجات كتير في البابليك سبيكينج، بس انا حبيت النهارده يكون الموضوع مختلف شويه. حتى يكون الموضوع كده هديكم تيبس بسيطه ان شاء الله تغير فكرتكم عن كمان البابليك سبيكينج نفسه. اول حاجه لازم تعرفوها، انت ليه اصلا لازم تتعلم البابليك سبيكينج؟ البابليك سبيكينج دي مهاره مهمه جدا 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 لحد بعد بكره. ليه مهاره مهمه؟ لانها جواها شويه مهارات صغيره، مهارات كده عباره عن ممكن يكون 20 30 40 مهاره تانية. وانت بتتعلم البابليك سبيكينج بتبدا من زيرو ستيب، اللي هو من الخطوه رقم صفر. بتبدا انك تتعلم وتتدرب وتبني نفسك من جوه الاول قبل ما تطلع من بره. ناس كتير فاكرة ان البابليك سبيكينج عبارة عن انك بس كده بتقف قدام الجمهور بجراءة وخلاص، والناس كلها كده بتدي كل الطاقة بتاعتها انها تعمل الحركة دي، بس انها دايما تقف قدام الجمهور بجراءة. طبيعي جدا ان البابليك سبيكينج يكون فعلا انك بتقف قدام الجمهور من غير خوف، من غير توتر، من غير اضطراب، من غير اي حاجة. بس مش ده بس الكور بتاع البابليك سبيكينج، او مش ده بس الهدف بتاع البابليك سبيكينج. عشان تتعلم public speaking فانت من الاول خالص كده زي ما قلت بتبني نفسك من جوه. يعني ايه؟ ببدأ من جوه الاول، بعرف انا ايه نقاط الضعف بتاعتي وايه نقاط القوة بتاعتي. ليه بعرف الموضوع ده؟ علشان اشوف ازاي هشتغل على نقاط الضعف بتاعتي. لو فاكر بس ان انت ممكن تقف قدام الجمهور وتقف تبص لهم من غير جراءة كده، يبقى انت خلاص يعني بقيت حاجة فظيعة او بقيت professional speaker، لازم تعيد تفكير تاني في الموضوع ده. الفكرة انك هتقوم تقف تقول ايه دلوقتي؟ انا واجهت الجمهور بمنتهى الجراءة، بمنتهى القوة، في كاريزما، في كل حاجة، في برايت كده، في كده ايجو بتاعك شغال ومبسوط او تبص للناس انك مش خايف. بس انت هتقول لهم ايه؟ هتحاول انك تقنعهم بايه؟ هتديهم معلومات؟ طب ايه الهدف اصلا؟ ايه الرسالة بتاعتك اللي انت ناوي تقدمها للجمهور بتاعك؟ فالموضوع ده مهم جدا. نرجع تاني دي أهمية البابليك سبيكينج. اولا بتزود الثقه في نفسك جدا جدا جدا، لانك زي ما قلت بتبني نفسك من جوه الاول. انت بتبني الثقه في نفسك، لما بتبني الثقه في نفسك بعدها بتحاول انك دايما تقدم رسالتك للناس اللي قدامك. في مشكله كده عندنا تقريبا معظمنا، وبرده كانت عندي من زمان، ان احنا مش بنعرف نقدم رسالتنا كويس، ودايما بنشتكي في وقت معين ان الناس مش عارفه تفهمنا، الناس كده دايما فاهمانا غلط، وبنتضايق وبنحبط وبنكتئب وبننعزل ونقول الناس العيب في الناس مش فهمانة خالص. بس المفروض انك تقف عند النقطة دي كده وتعيد تفكير من اول وجديد، اللي هو الناس مش فهماني ليه؟ العيب في الناس ولا العيب فيا ولا العيب في الرسالة ولا العيب في طريقتي لتقديم الرسالة بتاعتي؟ لازم تقف وتعيد تاني نظر في طريقتك لتقديم الرسالة بتاعتك. وهو ده اللي انا بتكلم عليه، انك لازم الاول تبني نفسك من جوه. لازم الاول تعرف انت واقف فين. في حاجتين او مهمين لازم تعرفوهم ان شاء الله، لو انتوا عرفتوا تظبطوهم صح هتبقوا بروفيشنال سبيكرز مفيش بعد كده. السلف اوبزرفيشن والفيدباك. السلف اوبزرفيشن اللي هو كده انك بتلاحظ نفسك، بتعرف عن نفسك الكتير. دايما بقول عشان تظبط نفسك البابليك سبيكينج لازم انك تصور فيديوهات. طبعا مش انا اللي بقول، اكيد طبعا انا برضو اللي بقول، بس في يعني بروفيشنال سبيكرز اللي موجودين في العالم كله زي توني روبنز، براين تريسي، اي حد مشهور، فهيقول لك دايما انك تصور لنفسك فيديو وتعرف نفسك، لانك لما تعرف نفسك هتعرف الناس شايفاك ازاي. ممكن دلوقتي اكون بقول لكم يا جماعه انتوا لازم يعني لازم تذاكروا، والدنيا حلوه على فكره، والدنيا ظريفه قوي، ولازم تبتسم، لازم تضحك كده قدام الناس، ولازم يكون في نظرة تفاؤل. فهتقول لي انت متأكدة انك بتتكلم عن نظرة التفاؤل دي؟ هقولك اه طبعا، الا التفاؤل يا جماعة. طب بص لنفسك في المرايه، مالي انا ببتسم اهو؟ هتقولي لا انت ما بتبتسميش، انا مش دارية بنفسي، انا مش دارية بالظبط، انا ما عنديش دلوقتي وعي بذاتي بالظبط انا بقولك ايه او بتكلم ازاي. فعلشان تبقى public speaker كويس، او تعرف تتكلم بمنتهى كده الوضوح والقوة والفاعلية قدام الناس، لازم تعرف عن نفسك الكتير. تمام؟ فالسلف اوبزرفيشن هو الوعي بنفسك او بتلاحظ نفسك. الموضوع ده مهم جدا،
بلاحظ نفسي ازاي، بشوف انا بتكلم ازاي، بشوف تعبيرات وشي كده وانا بتكلم، في ابتسامة ولا ما فيش، في كده في طاقة، في كده انرجي خارجة منك، في حماس وانت بتتكلم ولا الموضوع عندك بطيء بطيء بطيء. بعرف تون صوتي، بعرف ان كان حاد ولا مش حاد، بعرف ان في طريقة كلامي وانا بتكلم، هل الكلام وملاف يعني اللي هو مخارج الالفاظ طلع صح ولا مش طلع صح، هل كلامي كده بيطلع فيه اللي هو يعني ايه اصل 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 يعني 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 اوكي اوكي اوكي، بحيث انك حتى اللي قدامك مش فاهم انت قلت ايه ولا لا. فالحاجات دي كلها بعرفها منين؟ من السلف اوبزرفيشن، او اني انا ابقى واعي الاول بذاتي. فهي على فكره فكره مراحل، مرحله يعني انت دلوقتي لو عايز تطور نفسك في البابليك سبيكينج فلازم الاول تعرف نفسك. وحتى كلمه تعرف نفسك دي مهاره تانية في الايموشنال انتليجنس اللي هي اصلا الذكاء العاطفي، تمام؟ ان اصلا لازم اعرف عن نفسي كتير، لازم اعرف بتكلم ازاي، بتحاور ازاي مع الناس، انا بفكر ازاي، انا الاتيتيود حتى بتاعي ازاي. لما اقول لك دلوقتي التفاؤل والجمال وبتاع وانا مكشره، انا بضحك على نفسي مش كده، انا ممكن اكون قريت كلمتين في كتاب وجاي اقولهم لك. انت لازم تحس الموضوع ده، لان احنا اصلا كائنات عاطفيه، دايما نقول كده we are emotional creatures، ان احنا كائنات عاطفيه او مخلوقات عاطفيه، دايما بنفكر بقلبنا، بنفكر كده بالمشاعر بتاعتنا، فلازم المشاعر دي توصل لك في الكلام عشان تصدق للسبيكر اللي بيكلمك. فانت نفسك في ناس هتلاقي بيأثروا فيك فعلا، بيأثروا فيك كده وبيلهموك وبيدوك طاقة وحماس وجمال عشان بتحس انهم صادقين، بيطلعوا مشاعر جميلة وبيوصلوا رسالتهم صح بقوة وبفعالية. وفي ناس تانية ممكن تكون قارية كلمتين وجاية تتكلم معاك وخلاص انت لا مش حاسك، انا مش حاسس مهما قلتلي وجبتلي شهادات، انا مش حاسس ان الكلام ده اللي انت بتقوله لي صح بصراحة كده، انا ممكن اصلا ما استفدتش كمان من الكلام اللي انت قلته. ففكرة انك بتعرف نفسك، بتعرف بتفكر ازاي، الاتيتيود بتاعك ازاي، انت ناوي على ايه، الحاجات دي كلها في السلف اوبزرفيشن. طيب دلوقتي انا عرفت نفسي وفهمت وبشوف دلوقتي انا واعية بنفسي، هل انا ببتسم ولا ما ببتسمش، هل انا دلوقتي كلامي فيه حماس ولا لا، هل انا دلوقتي فعلا بشجعك تعمل حاجة ولا لا، بعد كده بفكر في الفيدباك. الفيدباك اللي هو رأي، مش رأي الآخرين، اللي هو التعليقات اللي بتجيلك من الناس التانية، دي حاجة مهمة قوي يا جماعة. طبعا في تعليقات سخيفة ممكن تجيلك وفي تعليقات كويسة ممكن تجيلك، اللي هو بنسميه النقد البناء والنقد الهادم، انا معاكم، بس الاثنين او النقد الاثنين يعني النوعين دول من النقد انت بتستفيد بيهم، انت بتستفيد بيهم. النقد البناء بتاخد منه الملاحظات دي وتبني عليها وتبتدي انك تطور من نفسك فيها. اما النقد الهادم كده واللي ممكن يكون في ناس يعني رخمين مش طايقينكم مثلا فبيقول لكم اي كلام، فبرضه ده تصدقوا، وبالعكس النقط دي ممكن تكون اصدق من النقد البناء. ليه؟ لان اللي بيكرهك او ما بيحبكش او عايز يحطمك دايما بيدور لك على ايه، على نقط ضعف كده ويمسكها لك ويقول لك اهي هذا انت، مش كده؟ ما فيهاش مشاكل خالص، بتاخد الكلام بتنفض عنه كل الكلام السلبي، بتنفضه خالص كده، ما بتصدقوش، ما بتدخلوش اصلا دماغك، وتاخد الملاحظات اللي هو قالك عليها، والملاحظات دي هي اللي تبتدي انك تبني عليها او انك تشتغل عليها. لان انت لازم تطور نفسك، طبيعي جدا بتطور نفسك، انت في حاجات تعرفها عن نفسك انها نقط ضعف مش كده؟ انا دلوقتي عارف ان نقط ضعفي 1 2 3 4، بس كمان رأي الناس، مش رأي الناس سوري مش رأي الناس، ممكن تعليقات الناس تنور لك كمان شوية حاجات، تعرفك أكتر وأكتر عن نفسك. يعني أنا كمثال، أنا أصلا من نوع الانتروفيرت أساسا، أنا كنت انطوائية أو ستيل انطوائية، برضو بحب أقعد نفسي، ما أقعد مع نفسي والحاجات دي كلها، بس زمان كان دايما عندي مشكلة أن أنا بكلم الناس وهم مش عارفين يفهموني صح. أنا بكلم الناس بالراحة وبنصحهم، أنا والله بنصحهم، بس هم دايما يقولوا لي لا أنتي عدوانية جدا كده وستف كده وعلى طول بتخبطي بالكلام. انا يا جماعة بخبط في الكلام؟ طب والله ظلميني، انا ده انا مفيش ابرأ مني، ده انا مفيش الطف واحلى مني. كنت دايما بقول لهم كده، بس في الاخر فهمت انهم هم اللي صح مش انا، هم اللي شايفيني. وبعدين لما صورت نفسي فيديو كده وببص لنفسي وبتكلم عادي وبقول نفس الكلام اللي انا بقوله لهم، قلت يا نهار ابيض انا ازاي بتكلم كده، انا فعلا كنت بتخانق، انا فعلا حدت صوتي مع تبريقة عينيا مع ممكن نستف يعني تعبيرات وش الصارمة جدا جدا والجد، أكيد طبعا بتبلغ الحاجات دي كلها، هم صح وأنا كنت غلط. فبتراجع نفسك من أول وجديد،
بعد كده بتراقب نفسك، بتبتدي كده مثلا وانت بتتكلم مع حد، انا هاخد بالي دلوقتي ان انا افضل اضحك وانا بتكلم. ممكن طبعا اول مره تاني مره ما تبقاش صح قوي، الموضوع يبقى ويرد كده وتلاقي ابتسامه طالعه مصطنعه شويه، بس مش مشكله، انت بدات كده ايه عمليه لتحسين الذات بتاعتك او لتقويه مواطن الضعف بتاعتك. اول مره ما بتطلعش صح قوي، تاني مره ما بتطلعش صح قوي، بعد كده مره في مره في مره بتوصل ان شاء الله انك تبقى كويس، تتكلم على طول وفي ابتسامه مرسومه على وشك، اللي قدامك بيرتاح لك، اللي قدامك هيصدقك، اللي قدامك كده بتبني معاه علاقه ثقه ظريفه. تمام. طيب نرجع بسرعه تاني، يبقى قلنا النقطتين دول ان شاء الله لو انتوا اشتغلتوا عليهم كويس، تمام، ان شاء الله هتوصلوا مرحله كويسه قوي في البابليك سبيكينج، ان انت تعمل سيلف اوبزرفيشن لنفسك، ان انت تلاحظ نفسك من الاول للاخر، تعرف ايه القوي عندك عشان تبينه، وتعرف ايه الضعيف عندك، مش علشان تخبيه، علشان تحاول انك تقويه شويه. ده لو متعلق بالهدف بتاعك، اما لو مش متعلق بالهدف بتاعك فخلاص سيبه. كمثال، على سبيل المثال، انا ممكن اكون ضعيفه في الرياضه، ما بحبش الرياضه يا جماعه، بكرهها والله، يعني طب انا اعمل ايه؟ انا يعني حاسه ان ربنا خلقني كده. طبعا دي حاجه اسمها ليميتنج بليفز، بس انا مش ناوي اركز ان انا اتعلم رياضه كويس. تمام. لو انا دلوقتي عرفت ان دي موطن ضعف عندي او نقطه ضعف عندي، لو انا دلوقتي عايزه اقوي نفسي في بابليك سبيكينج، دي مش متعلقه بالبابليك سبيكينج، دي مش هتنفعني قوي في البابليك سبيكينج، فاسيبها شويه، اسيبها كده على جنب. تمام. واشوف حاجه تانية، نقطه ضعف تانية متعلقه بالهدف بتاعي، وابتدي اني انا اقوي نفسي فيها. فانت حتى بتعمل فلترنج اساسا من نقط الضعف بتاعتك، ايه اللي ينفع انك تقويه وايه اللي ينفع انك ما تقويهوش، او مش وقته، او ملوش لازمه، او مش متعلق اصلا باللي انت بتعمله. تمام. طيب يبقى دلوقتي السلف اوبزرفيشن، الفيدباك، اتفقنا ان احنا اي حد يدينا تعليقات نقول له شكرا انك لاحظت حاجات فينا، عشان دلوقتي انا بعيد اكتشاف نفسي من اول وجديد. ممكن دلوقتي اي حد فيك يقول على فكره وانت بتتكلمي انت بتبرقي جامد جدا، فقلت انا ببرق، نهار ابيض، انت ازاي تتكلم معايا كده، انت ازاي اصلا تقول لي حاجه زي كده على سبيل المثال، فانا لا، المفروض ما اعملش كده، انت قلت لي ده فاقول لك شكرا، واحاول بقدر الامكان اني انا اقلل الموضوع شويه واشتغل على نفسي عشان اطور نفسي، عشان لما اروح سيشن تانية يبقى حركات وجهي طبيعيه، او حركات البادي لانجوج بتاعتي تبقى كويسه. اوكي. يبقى السلف اوبزرفيشن والفيدباك. ليه تاني المفروض نتعلم بابليك سبيكينج؟ زي ما قلت ان انت بتبني نفسك من جوه، تثق جدا جدا في نفسك، ان انت كمان بعد كده بتعرف توصل رسالتك بمنتهى الوضوح، لان في خلال كده مرحلتك او في خلال الرحلة بتاعتك وانت بتتعلم البابليك سبيكينج بتتعلم مهارات تانية كتيرة قوي قوي قوي. بتتعلم انك تعرف نفسك كويس، زي ما قلت تبقى واعي بذاتك، انا بعمل ايه دلوقتي. هتعرف تتحكم في مشاعرك. ازاي تتحكم في مشاعري؟ ممكن تكون يعني انا دلوقتي لو قبل السيشن حصل مواقف كتير قوي في حياتي، هتعلم ازاي ان انا افصل بين ده وده واتحكم في مشاعري، واجي لكم دلوقتي وانا مبتسمه وانا كل حماس وبتكلم معاكم. تمام. هتعلم اتحكم في مشاعري لو في ناس من يعني مثلا من الاودينس او من الجمهور عمل حاجات غريبه شويه، حاول انه يحبطني، حاول انه يحرجني، ازاي هتحكم في مشاعري واتعامل مع الموضوع بمنتهى الحكمه والقوه والفاعليه. هتعلم اتحكم في مشاعري لو حصلت مواقف غريبة. تمام. يعني ودايما بيحصل مواقف يا جماعة، يعني اللي هيحاول دايما ما يخليش فيه اخطاء، لا هو فيه اخطاء، واخطاء كتير، واخطاء مش متوقعة، فازاي انك تتحكم في مشاعرك وواحدة واحدة تعرف تتعامل مع كل حاجة. في حاجة برضو لازم تعرفوها، يعني دي بقى تاخدوها كمان ايه كده قاعدة في حياتكم، اوكي، ان في حاجات بنعرف نتحكم فيها وفي حاجات ما بنعرفش نتحكم فيها. اوكي. فممكن يكون مشكله بعض الناس ان كل تركيزهم في الحاجات اللي ما يعرفوش يتحكموا فيها. زي ايه؟ زي مثلا راي الناس فيك، انت نفسك تتحكم ان الناس تحبك، ده مش هيحصل. اوكي. نفسك تتحكم في البيئه المحيطه بيك، ده مش هيحصل. نفسك تتحكم في الناس اللي انت بتحبهم علشان يبقوا احسن واحسن، وده مش هيحصل. نفسك تتحكم في كل حاجه حواليك وفي الظروف اللي بتحصل لك يعني كده من ولا شيء، برضو ده مش هيحصل. فياريت يعني عشان كده توفر طاقتك، تمام، توفرها للحاجات المهمة، انك ما تركزش على الحاجات دي. طب اركز على ايه؟ تركز على الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها، اللي هو تفكيرك، مشاعرك، افعالك. تاني، تفكيرك، مشاعرك، افعالك.
هي دي بالظبط الحاجات اللي تتحكم فيها، وهي دي الحاجات اللي بتغير حياتك 360 درجة. على فكرة يا جماعة فعلا ان شاء الله لو يعني انتوا حاولتوا تطوروا دايما نفسكم في البابليك سبيكينج، حياتك فعلا بتتغير 360 درجة. ليه؟ لانك بتتعلم حاجات جوه كتير قوي، لان كده زي ما قلت في اول رحلتك لحد ما انت ماشي كل يوم بتتعلم جديد، وكل يوم بتطور من نفسك، وكل يوم بتغير من طريقة تفكيرك، وكل يوم بتتقبل حاجات ما كنتش ابدا بتتقبلها قبل كده، وكل يوم ما بتخافش من الاخطاء، وما بتخافش من الخوف، وما بتخافش من الرفض. لان احنا مشكلتنا كبني ادمين عامة الجنس البشري كله يعني ان احنا بنخاف دايما من الحاجتين دول، من الخوف ومن الرفض. دلوقتي لو سألتكم ايه موضوع يعني ايه اللي بيخوفكم قوي من موضوع البابليك سبيكينج، انك تقف كده بجراءة وتتكلم عادي قدام الناس، هتقولي اصل خايف الناس يتريقوا عليا، او الناس ترفضني، ترفض فكرتي، او يبان في عينيهم فانا احبط واتضايق. فهقول لك ما فيهاش مشاكل، ايه المشكلة لو غلطت؟ دايما بيحصل اخطاء على فكرة. يعني انا عايزة اقول لكم النهاردة حالا، المفروض انا عارفة ان عندي سيشن ومظبطة كل حاجة، مرة واحدة كل حاجة اتقلبت، أخطاء كتير، حاجات غريبة حصلت، مشاكل. اهدي يا رانيا، واحدة واحدة، إن شاء الله كل حاجة هتعدي، وإن شاء الله كل حاجة تبقى كويسة، بس أنت ركزي وامسكي أعصابك، تمام؟ والحمد لله بقيت معاك، ومش عارفة اللي هيحصل بعد كده، بس إن شاء الله مستعدين لأي حاجة، أوكي؟ ففكرة إن أنت أصلا متوقع إن ممكن يحصل أخطاء وأنت مش خايف من الموضوع ده، دي مهارة لازم تبقى موجودة معاك وبتتعلمها في البابليك سبيكينج. ان انت بتدخل كده على الستيج او تدخل قدام الناس او حتى في انترفيو، ايه يعني لو حصل اخطاء؟ اهم حاجه ان انا اعرف اتحكم في الحاجات اللي اقدر اتحكم فيها، انما الاخطاء اللي بتجيلك من بره دي مش هتعرف تتحكم فيها. اي دلوقتي ضوضاء ورايا، انا مش عارفه اتحكم في الموضوع ده، بس عارفه اتحكم في صوتي، اني ممكن اعلي شويه صوتي او تركيزي معاكو او حماسي اللي ممكن يخليك مركز معايا مش مركز مع اي حاجه تانية، تمام؟ ففكره الخوف من الاخطاء دي هتتلغي، مش هتتلغي مجرد كلام انشا وبس، هتتلغي انك بتركز على الحاجات اللي تقدر انك تتحكم فيها، تمام؟ في اخطاء او فيها اخطاء هتحصل ما فيهاش مشاكل، بس انا استعدادي هيكون ازاي؟ ممكن مثلا، حاضر، اوكي، اتحكم في تفكيري ازاي دايما تفكيرك يبقى ايجابي. وكلمة تفكير ايجابي دي مش ديباجة يا جماعة، يعني دايما تفكروا في الحاجة الحلوة. لما تفكروا في الحاجة الحلوة هيحصل لك فيجواليزيشن كده، تخيل انك بتتخيل الحاجه الحلوه، ولما بتتخيل الحاجه الحلوه بتديك احساس حلو من جوه، بتخليك مستعد اكتر وبتخليك متحمس اكتر، تمام؟ علشان كده لما بقول دايما تتحكم في تفكيرك، هقول لكم حاجه حلوه قوي، هقول لكم سر كده عن البنات، مش عارفه لو هنا في شباب ولا لا، او البنات يسامحوني، اوكي؟ في كده يعني احنا ساعات كده بتجيلنا حاله معينه، مود معين، مش كلنا يعني، بتاع 5% مننا عشان ما حدش يفهمنا غلط، ممكن قبل النوم كده بتجيلنا افكار حلوه قوي. هو انا دلوقتي لو مت كمثال، عيلتي هتعمل معايا ايه؟ ماما هتقول عليا ايه؟ بابا هيتاثر؟ اختي هتعيط؟ طب واخويا؟ هيشيلوني، هيعملوني، هيعيطوا، وابدا اعيط 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 اعيط. كل دي افكار كده بتخليك الموضوع من جوه مش ظريف. ليه؟ لان انت فكرت بالطريقه دي، فحسست نفسك، عملت عندك شويه مشاعر غريبه، مشاعر نيجاتيف قوي، مشاعر سلبيه قوي. بعد كده بتبدا افعالك يعني تعيط بقى، الموضوع يقلب معاك باحباط، باكتئاب، تدخل فتره اكتئاب، وانت اصلا الموضوع كله ما حصلش، الموضوع كله كانت فكره، بس انت ايه؟ ظبطت فيها اكتر واكتر، او اندمجت فيها اكتر واكتر، اوكي؟ طب دلوقتي لو انا بدل ما اعمل كده، ما اشوف الفكره ديت لو انا مت، طب انا مثلا دلوقتي لو بقيت وزيره، انا دلوقتي لو بقيت ممكن احسن سبيكر في الدنيا، انا دلوقتي لو وقفت كده على ستيج جنب براين تريسي او جنب توني روبنز، هيبقى احساسي عامل ازاي؟ الفكره دي بس لما كده يعني اندولج يور سيلف ان ات، يعني لما كده تحتوي او تأثر على دماغك أو الفكرة الجميلة دي أو تعيشها قوي قوي، هتعمل تخيلات تانية، هتأثر على مشاعرك، وبعد مشاعرك هتأثر على أفعالك، هتشجعك إنك تظبط نفسك وإنك تطور من نفسك يوم عن يوم، وإنك كل يوم كده تضيف قيمة لنفسك. وبعد ما بضيف قيمة لنفسي بضيف قيمة للآخرين تاني، بعد ما بضيف أنا قيمة لنفسي، شفت البنات كلها يعني هم كلهم مصدقيني، اوكي؟ بعد ما بضيف قيمه لنفسي انا بضيف قيمه للاخرين، لان هي دي مفروض رسالتنا ان شاء الله في الحياه. رسالتك في الحياه انك بتساعد غيرك، بس قبل ما تفكر انك تساعد غيرك وتاثر على غيرك وتتحكم في غيرك وعاوز تغير حياه غيرك، انت اولى، انا اولى، اركز مع نفسي، اظبط نفسي، احسن من نفسي،
اعرف عن نفسي اكتر واكتر، اعرف عن مشاعري، اعرف عن تفكيري وراقب نفسي. انا لسه امبارح يعني قلت كده ايه، انا بقالي كتير ما راقبتش نفسي او، فانا هراقب نفسي كده امبارح انا بعمل ايه، يعني ايه اللي بعمله كده بلايند كده من غير تفكير، اللي هو اوت اوف هابت، بعمله كعاده، ايه اللي انا بعمله. فاكتشفت حاجه غريبه جدا يا جماعه، يعني اكتشفت ان انا بلبس الفيس ماسك او الكمامه الصبح، ما بلبسهاش بالليل في الخروج، ما اعرفش ليه، بس قلت ايه اللي انا بعمله ده، معقوله انا فعلا بعمل حاجه زي كده؟ معقوله فعلا انا يعني من غير ما احس ممكن البس دي الصبح وبلاش بالليل؟ قال يعني مثلا الفيروس يعني كمثال سقعان قاعد في البيت، الدنيا الشتاء بقى ومش هينزل من البيت، هو انا ازاي بفكر بالطريقه دي؟ ففعلا فعلا ده ساعات بيحصل، انت ساعات بتعمل حاجات من غير تفكير، حاجات كده اللي هي بلايندلي، مش بتاخد بالك منها، تمام؟ فانت بين الحين والاخر لازم تراقب نفسك، تشوف انت بتعمل ايه وتغير طريقه تفكيرك. انا زمان ما كنتش ابدا ابدا، يعني انا طبعا موضوع البابليك سبيكنج ده بالنسبه لي ده كان من يعني اقوى 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 نقط ضعفي. انا طبعا شخصيه انطوائيه جدا وما كنتش بعرف اتعامل مع الناس، وما كانش في حاجه اسمها ابتسامه، ما كنتش بعرف اضحك يا جماعه، يعني عشان كان ما بضحك كده كانت عضلات وشي بتتعبني، فما كنتش بضحك اصلا، تمام؟ فالموضوع كان مختلف جدا جدا مثلا من 5 سنين. المهم ان انا يعني قلت ان انا عايزه اطور نفسي شويه، يعني انا عايزه اطور نفسي شويه واراقب نفسي شويه. فهو ده يعني دي كانت بدايتي اني انا احاول اطور نفسي في البابليك سبيك، ان انا احاول اغير شويه من نفسي. لما لقيت كذا تعليق من الناس اني انا اجريسيف، او ان انا ما بعرفش اضحك، او اني انا حتى ما بعرفش اتواصل مع الناس، ما بعرفش اوصل رسالتي، بدات كده اقف وابص لنفسي المرايه واقول انت ايه، انت بتعملي كده ليه؟ بدات اتكلم مع نفسي، اصور لنفسي فيديو طبعا واحبط اللي انا بعمله ده، يا نهار ابيض انا ببص كده للناس، طب انا فعلا بعمل كده، يا نهار ابيض طب ازاي، طب الناس فعلا فاهماني؟ والفيلر ووردز بقى اللي هي بقى ما كنتش بعرف اقول جمله كامله كمثال. فالحاجات دي كلها انت بتعرفها وبعدين بتطور نفسك فيها، عن طريق انك بتراقب نفسك اول باول، وعن طريق كمان انك بتاخد فيدباك، اوكي؟ فهنقول كمان ان public speaking بيطور حاجات جواك زي ما قلت، بيطور رسالتك، بيطور طريقة كلامك وتفاعلك مع الناس، انت بتقدم قيمة لنفسك وبتقدم كمان قيمة للناس، لان احنا بنساعد بعض، بس الاول انت، تمام؟ ما تركزش ابدا مع الناس التانية، الاول انت بتشوف نفسك الاول من اولك لاخرك، من الابيرنس بتاعك، من المظهر بتاعك، من حركات عينك، من حركات وشك، من الحاجات دي كلها. وتقدر طبعا كل يوم تطور نفسك، واللي هيقول لي مثلا ان انا ممكن اعمل الكلام ده ازاي، طب بليز يا جماعه ممكن تخلوا الاسئله في الاخر عشان اعرف يعني ان شاء الله ايه اراقب كل سؤال واجاوبكم عليه، اوكي؟ قريب ان شاء الله هنعمل اللي انتوا عايزينه. طيب دلوقتي ممكن اطور نفسي ازاي؟ ان انا كل يوم اعمل لي كده 5 10 دقائق اصور لنفسي فيديو واكلم مع نفسي، اتكلم مع نفسي، اتكلم عن افكاري، انا عايز اعمل ايه بكره، انا عايز اعمل ايه كمان 10 سنين، انا نفسي ابقى ايه. اتكلم مع نفسك كده قدام الكاميرا بالظبط زي ما انا عامله كده، بس مش هتبص لنفسك هنا، هتبص لنفسك هنا في اللينز بتاعت الكاميرا، لان انت محتاج انك تشوف نفسك، او يعني لازم ان انت لما تيجي تبص على الفيديو اكنك بتبص ليك، اكنك بتكلمك، عشان كده الاي كونتاكت مهم جدا، لان لغه الجسد فعلا بتفرق، لغه الجسد بتفرق، لازم وانت بتبص او انت بتتكلم لازم تكون حاسس بكل حاجه بتقولها، لازم يكون في مشاعر، لازم يكون في حماس، لازم يكون في ابتسامه، لازم تبص للشخص في عينه، لان انت لما بتبص للشخص في عينه هو بيحس بالاهتمام، واحنا يا جماعه بنموت في الاهتمام، ولا ايه؟ صح. لو انا دلوقتي بكلمك وانا عماله ابص هنا وانا عماله اتكلم معاك، هي بتبص فين دي؟ ما تخليها تبص لي، بصي لي يا استاذه انا هنا، يا حاجه انا هنا، مش كده؟ مش احنا ساعات بنعمل كده؟ فلازم تبص للشخص في عينه علشان هو يحس بالثقة، وانت كمان تحس برضو بالثقة. الموضوع طبعا مش بيبقى سهل ومش من اول مرة خالص، عشان تبقوا فاهمين، عشان يقول لي انا جربتها على فكرة بقى وانت كلامك مش صح، انا جربت الموضوع ده وما حصلش، هقولك طبعا ما فيش اي حاجة بتحصل من اول مرة، اي حاجة بنعملها لاول مرة ما بتبقاش صح قوي. اول مرة ركبت عربية عشان تسوق ما حصلش حاجة، انا عن نفسي دخلت في سور، والناس مرة تانية كنت هشيل ناس، بس الحمد لله ربنا ستر، يعني الحمد لله ربنا بيحبهم والله. اول مره ركبت عجله ايه اللي حصل؟ سقط على طول؟ اكيد لا. انا اول مره ركبت، انا لحد دلوقتي مش عارفه اركب عجل، بس لن استسلم، بحاول بكتير ان شاء الله. اول مره فتحت الموبايل بتاعك؟ اكيد عملت اخطاء. اول مره عملت اي، اول مره حتى عملت لايف فيديو، اكيد برضو كان في مشاكل. فاول مره بتعمل اي حاجه توقع ان في اخطاء،
عشان لما تتوقع ان في اخطاء والاخطاء دي حصلت، انا كنت عارف وانا كنت حاسس وكنت عامل حسابي. وبعد ما بتعمل حسابك وبتنبسط قوي ان انت توقعاتك طلعت صح، بتعدي النقطة دي بسرعة وبتدخل في الخطوة التانية، والخطوة التانية بيحصل اخطاء اقل من الاولانية، لان دلوقتي بقى عندك خبرة. بقى عندك خبرة. الخبرة دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ دلوقتي ايه الفرق اساسا بين اي بيجنر واي واحد اكسبرت؟ هي الخبرة. يعني ايه برضو خبرة؟ سنوات كتيرة من الفشل، سنوات كتيرة عمل فيها اخطاء، بس الاخطاء دي هو اتعلم منها الصح وبدأ انه يضيفه كده في خبراته او يجمعهم مع بعض، ودلوقتي ده واحد صاحب خبرة. تمام؟ دلوقتي اي واحد في الشركة راح لسه كمثال ده اول يوم له، وواحد بقاله 10 سنين كمثال او حتى 5 سنين، اكيد الموضوع مختلف خالص. اللي بقاله سنة ده او اللي بقاله يوم هيعمل اخطاء البدايات، بنسميها اخطاء البدايات. فاخطاء البدايات دي عادي جدا تقبلها، فانا ادخل اعرف ان انا هعمل اخطاء، وبعد ما اعمل الاخطاء دي هتعلم الصح منها عشان اروح بسرعه للمره التانيه، والمره التانيه هعمل اخطاء اقل لاني دلوقتي انا عملت اخطاء وعرفتها، والمره التالته مفيش، والمره الرابعه والمره الخامسه. هي الحياه كده. تمام؟ ففكر انك تتقبل اخطائك، فكر انك تتوقع ان انت في فشل هيحصل يا جماعه، ومش بنسميه فشل، هو اسمه محاولات خاطئه. وعلى فكره ده فير جدا، ما فيهاش مشاكل، كلنا بنغلط، بيحصل حاجات مش متخيلينها بتحصل واحنا بنغلط، ما فيهاش مشاكل. ما انا هتعلم ازاي غير من الخطأ؟ ما واحد ما بيغلطش عمره ما هيتعلم جديد. طب مين اللي بيتعلم جديد؟ اللي بيخطأ، اللي بيجرب، اللي بياخد كده مخاطرة بس طبعا محسوبة، بس بيتجرأ انه يعمل حاجة، ولما بيتجرأ انه يعمل حاجة بتبقى غلط، بس بعد كده بيتعلم. كمثال، لو قلت لك دلوقتي عشان تحسن مهاره البابليك سبيكينج بتاعت لازم تتكلم قدام ناس كتير قوي، او تتكلم بمعنى اصح في مرات كتير قدام الناس، ليه ممكن اقول لك كده؟ هتقولي طب ما انا هيتريقوا عليا، ما انا اول مره هتكلم قدام صحابي هيتريقوا عليا وخلاص وانا كده هحبط. طب ما انت عارف ان هم هيتريقوا عليك، ليه زعلان ان هم هيتريقوا عليك؟ ما تخليهم يتريقوا، انت واحد متوقع، بس انا لازم احسن نفسي. تمام؟ اللي هي الريسك يا جماعه، اللي هو كده ان انا مش مشكله الناس رايها فيا ايه، او مش مشكله هيقولوا عليا ايه، بس انا محتاج الحته دي، محتاج التجربه دي، محتاج التجربه دي عشان اتجرأ ان انا اتكلم قدام ناس قدامي، يقول اللي يقولوه، ولا في حاجه هتدخل دماغي. انا دلوقتي عندي هدف اسمى واعلى. ركزوا على الحاجه المهمه، ركزوا على الحاجه المهمه. في كده حاجات حوالينا مش مهمه خالص، ودايما بنضيع عليها وقتنا، وبنضيع عليها مجهودنا ومشاعرنا وطاقتنا. اختاروا الحاجة اللي تضيعوا عليها الموضوع ده بس. That's all. انتوا بس لو فكرتوا بالطريقة